واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها على مستوى الجمهورية، حيث حققت الوزارة نجاحات كبيرة خلال أسبوع في مجالي الأمن العام ومكافحة المخدرات. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع، حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة. فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط عدد 387 عنصرا إجراميا شديد الخطورة بنطاق 24 مديرية أمن، وسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها سرقة، سلاح، مخدرات، قتل. وضبط معهم 205 قطعة سلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 52 متهما وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير مرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 883 قطعة سلاح ناري أبرزها جرينوف، 89 بندقية آلية، و16 بندقية، و47 مسدسا، و630 فرد محل الصنعة، وكميات من الطلقات مختلفة الأعيرة، و100 خزينة، إضافة ل 1302 قطعة سلاح أبيض. وترسيخا لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 459,925 حكما قضائيا، من بينهم 1609 حكم جناية، 165,302 حكم حبس، و 226,620 حكم غرامة، و 66,394 حكم مخالفة. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط تشكيل عصابي ضم 4 متهمين قاموا بارتكاب حادثي سرقة متنوع، وتم كشف غموض 44 حادث ما بين حريق عمد وانتحال صفة، وضبط مرتكبوها بإجمالي 51 متهما. وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 1125 قضية إتجار في المواد المخدرة، من بينها قرابة 110 كيلوغرام من مخدر الحشيش، وما يقرب من 374 كيلوغرام من نبات البانجو المخدر، وكمية من مخدر الهيروين وزنت ما يقرب من 87 كيلوغرام، وقرابة 7 كيلوغرام من مخدر الأيس الشابو، إضافة إلى ما يقرب من 7.5 كيلوغرام من مخدر الاستروكس، وعدد 16,677 قرص مؤثر، و 13,762 قرص ترامادول مخدر، و 273 قرص كيبتاجون. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 24 مليون جنيه. كما تم ضبط 5 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان، وكذلك تم ضبط قضيتي غسل أموال قدرت قيمة الممتلكات فيها بقرابة 18 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة.